إلى كل الشعب المصري العربي الحر. لقد حانت لحظة الاختيار، غدا تخرجون إلى صناديق الانتخاب، وعليكم أن تعلنوا لكل العالم الحر أن مصر تستحق أن تكون بلدا عظيما، رفضوا الفلول وأذناب النظام السابق، واختاروا أحرارا يمثلوكم. حمدين صباحي، عبد المنعم أبو الفتوح، خالد علي، إنهم يمثلون الثورة، وأي اختيار منهم يكون في مصلحة البلاد. المجد لله العلي العظيم، والكرامة والعزة لبلدنا مصر.